الشام، اختار الشام وربنا يوفقنا. والله اكبر، والله العظيم ما كنت. من الفنانين وهم قلائل جدا من إذا ذكرت اسمهم توارد إلى الذهن وبلمحة البرق مسلسل من مواقف كوميدية. حبيبي تسلم، حبيبي محمد. ايه الخرا اللي انا عامله ده؟ السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ جينا بفيديو جديد، وفكره فيديو النهارده ان احنا هنجيب تحدي من سيربح مليون. طبعا احنا مش هنكسب مليون ولا حاجه، بس نتخيل ان احنا نكسب مليون. بس استنوا، لا 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 لا، احنا مين نتخيل؟ احنا نكسب نفسنا فلوس. انا هل تروا هذا؟ لو عديت اول مرحلة هاخد الرقم الفظيع ده، انتوا مش عارفين ده كنت قد ايه، هاخد جنيه. ولو عديت اللي بعدها هاخد 5 جنيه. ولو عديت اللي بعدها هاخد 10، يا لهوي 10 جنيه تاني. واللي بعدها 20، واللي بعدها 200، لان مش حد اكتر من كده، انا متاكد. تبذير اوفر يعني بصراحة. من الناس عمالة تسأل محمد هي الفلوس دي بتاعتك؟ اقول لهم اه الفلوس بتاعتي. طب وانا يعني يا جدعان بشجع نفسك، يعني الفلوس بتاعتي اه بشجع نفسي، يعني انا لو جبت سؤال صح هدي نفسي فلوس انا عدوها كده. طب يا اصحابي واصحاباتي يا تيم محمد، لو عايزين جزء تاني من من سيربح المليون بس مع اصحابي، مع اصحابي، مع ماي فريندز، ماي فريندز، وصل الفيديو ده 25,000 لايك وسهله بتجيبها بسرعه. طيب كل ما اجاوب على 3 اسئله صح هاخد فلوس، عشان الفلوس عندي غير المترتبه يعني. تمام. ما هي عاصمة العراق؟ بغداد، صح؟ بغداد. اسم المادة التي تعطي للنبات اللون الأخضر؟ اللي خدناها البلاستيدات، البلاستيدة هاي. طب يا جدعان انسوا كل اللي احنا عملناه في الأول، تمام؟ دي إيه بقى؟ بداية جديدة و يلا. اي على دايما يا صحابه بلال سنة، انا فاكر سرعة الكشفة اللي انت فيها ابو بكر الصديق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اقسم بالله ما كنت عارفه. مخلوق، بس ما كاتبينها المخلوف، ما اعرفش ايه. الذي يستطيع حمل وزن 100 مره ضعف وزنه هو، يعني يقدر يشيل النمر، الفهد، لا الفيل. اتوقع الفيل طبعا. اتوقع نملة. شكرا، روح لوطا. هي دي كده، انا بقيت فيلسوف وبالقميص بالتيشيرت الغريب اللي انا لابسه ده والطيارة. اسم اطول سورة في القرآن؟ سورة البقرة طبعا. الحمد لله. عاصمة الصين؟ عاصمة الصين بكين، شيكاغو، لندن، دمشق طبعا، ولا شيكاغو؟ لا شيكاغو دي في امريكا. بكين، ما فيش غير بكين. ماذا يسمى بصوت العصافير؟ النياح، الزقيق، النقيق، صوت سوسو. الجمهور ولا ايه؟ لا امسح الاجابتين. زقزقة ولا بكره زقيق؟ يا نهار ابيض اسود، احنا حتى فشل الرياضة هي زقيق. زقزقة. الله اكسبك يا جدعان. ما هي عملة العراق؟ الدينار العراقي. ده انت غبي بقى، ده انت كاتب لي ادوس الدينار العراقي يا ابن العبيطة. الله اكبر. ما اسم صوت الارنب؟ ايه اخبار ايه يا عم؟ في عالم الحيوانات اللي احنا عايشين فيه ده؟ الزئير، العواء، الضفير، النباح. هو الارنب له صوت؟ طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عايزين ناخد 5 جنيه يا جدعان. صوت الارنب، الزئير، العواء، الضفير ده. بصوا احنا نتصل بواحد صاحبي، اتصل بابوي. الراجل بيقول لك الاجابه رقم 3، كنت هقول كده. فتح جزيرة صقلية. محمد الفاتح. العربية السوداء. تعالى محمد الفاتح، بس هنسأل الجمهور. 4، الحمد لله 4. مين بقى؟ أسد بن فرات. أكيد الجمهور مش غبي يعني. مبروك علينا. عدد مربعات لعبة شطرنج؟ 45.
كسبنا 2000 دولار يا جدعان والنبي بقى انا 2000 بقى لو سمحت انا عايزه لا بقى انا عايز ال 2000 دولار دول استنسك شويه وهنلعب على الفلوس دي على طول عشان ناخدهم عشان فلوس يعني مش اكيد حتى لو ما كسبتهمش هاخدهم يعني له اسنان ولا يعض الانسان الحمار المشط العقل المشط ابراهيموفيتش على قدامكم يا اخواتي ابراهيموفيتش نجيب محفوظ اللي بعده يسمى القمر عند التمام بدرا بدر بص من غير ما اقرا بيت الكلام بدرا قلت ابراهيموفيتش محدش صدقني قلت اينشتاين محدش صدقني خش على بعض الكائن الحي الذي لا يتحرك ابدا المرجان السلحفاة البكتيريا السفينة الاسفنج ده الاسفنج عشان ولا المرجان يعني شوف شالي اللي جبتنا شكك فيه لا ابراهيموفيتش على قدامكم يا اخواتي ابراهيموفيتش عدد قارات العالم سنة 1 2 3 4 5 6 اي حد خد باله يلا اقعد بس يا جدعان احنا ما عملناش حاجه يلا ابدا اللعب المكتشف قانون الجاذبيه نيوتن مش ضايعينه وكده يا جدعان نيوتن اهو هايزنبرج قدام صوت الذئب هو العواء المواء الصديد النبات يا ايه علاقه الحيوانات معايا لا هو بيتنبعش بصوا احنا ايه نمسح حاجتين صديد عواء هو عواء من اغاني عبد الحليم حافظ بحلم بيك بفكر فيك احلامي حبي بحلم بيك كبيبة اوك يا جدعان كسبنا التين باوند الجديدة وخلصت كده في الايه معرفش مين الثاني عشان كنت عايز اكتير والله يعني بكي حتى مش عارف يعني لسه مجاوب عليها وبتلخبط فيها اكننا ما شفناهاش تاني دي اول مرة والله العظيم ما هو البحر الاكثر دفئا بين البحار البحر الاحمر البحر الميت البحر الاصفر البحر تهيألي البحر الاحمر محدش يسألني ليه عشان انا بروح دايما بقف كده شوية وبلاقي الدنيا الصفر ده كانت غزوة مؤتة جابها لي بالهجر دي كمان سعيد بالجماهير ثلاثة ما كنتش اختار ثمانية هجر احسن محدش واخد باله شكرا حسن مبارك من اول من قال بكرية الله بس بابويا رقم واحد قدماء اليونان يا لهوي يا لهوي سؤال تام في اي بلد توفى بلال بن ابن ايه رباح الشام اختار الشام وربنا يوفقنا والله العظيم ما كنت اعرف السؤال التاسع ايه اللي بيحصل في ايه بيحصل كم عدد قنوات السمعيه 4 يا رب خسرنا اخور بنفسك يا جدعان وصلت ل 8000 يا جدعان يا لهوي تعالى انا اكون خلصنا الفيديو طبعا دول يعني هخش في جوجل طبعا يا جدعان اكون خلصنا الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم واتمنى ان انتم تضحكوا طبعا انا فاشل في المعلومات عامه كتير بقى مره عظيم بقى الفيديو ده بقى مع حد من اصحابي انتوا عارفين المسخره تبقى عامله ازاي وصلوا الفيديو ده 25000 لايك والايام الجايه خلي بالكم هتبقى نار 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 بروجات وفيديوهات على بعض كده وان شاء الله هتشوفوا الايام الجايه كومنتات في السوشيال ميديا بتاعتي انستجرام فيسبوك كل حاجه تحت خلاص سلام عليكم